أهلا بكم مشاهدي قناة تن، وأهلا بكم لهذه التغطية المستمرة معكم على مدى هذه الأيام لنقل كل ما يدور حول فعاليات منتدى شباب العالم مصر 2018. اسمحوا لي في بداية هذا الجزء من هذه التغطية نرحب بضيفي الكريم الأستاذ ياسين سبويا، الباحث في قضايا الشباب والمجتمع المدني، المنسق العام للمنتدى المتوسطي للشباب ومنسق حركة لا لخطاب الكراهية. أهلا بحضرتك أستاذ ياسين. اهلا وشكرا على الاستضافه. منورنا في مصر وطبعا في شرم الشيخ. سعيد صراحه بالحضور معكم في سواء في القناه او في شرم الشيخ ارض السلام. اهلا بيك معنا. اول مشاركه في شرم الشيخ وفي منتدى الشباب؟ مش اول مشاركه في شرم الشيخ، بس في منتدى الشباب اول مشاركه. يعني شايف المنتدى ازاي والاستقبال كان ازاي وايه تعليقك بصفه عامه بدايه يعني؟ بالتأكيد أنا زي ما كتبت في تدوين على الفيسبوك، يعني كان استقبال صراحة أكثر من رائع. شباب كله حماس، كله حيوية في استقبال ضيوف، شباب متطوع. يعني بنحس أن هناك إرادة سياسية قوية للاهتمام بقضايا الشباب لإنجاح هذا المنتدى الشبابي. يعني بعتقد أن نجاح الدورة مضمون من البداية، سواء بحضور السيد رئيس الجمهورية الأستاذ عبد الفتاح السيسي للافتتاح أو اهتمامه قبل الافتتاح بكل تفاصيل المنتدى، وإحنا كنا بنتابع قبل ما نصل إلى مصر بمختلف التفاصيل، الإعداد، الاهتمام بالشباب، التحضيرات، سواء بالنسبة للمتدخلين أو بالمحتوى المنتدى. والمحتوى لما نطلع على المحتوى، محتوى غني جدا بمواضيع لها رهينية، لها أولوية على المستوى ليس فقط المنطقة العربية أو مصر، لكن على المستوى الدولي. كمان الافتتاح الأمس يعني كان متميز، كان فيه إبداع، كان رقي. يعني كانت مشاركة من مختلف الأجناس، فسيفساء عالمي. بنتكلم عن 5000 واحد أو 5000 مشارك من دول العالم، شايف المشاركة الكبيرة دي إزاي على أرض السلام في شرم الشيخ؟ بالتأكيد لها قمة مضافة، يعني سواء ليس فقط على المستوى شرم الشيخ، لكن على المستوى المنطقة العربية، على أساس أن يوضح للعالم أن لا، في منطقة عربية سواء في منطقة شرم الشيخ كمنطقة للسلام اللي استضافت مختلف القمم الدولية، أن هناك أرض ممكن أنها تستضيف شباب العالم في أمن وسلام. وبالمناسبة لازم أقدم تعزية للشعب المصري بخصوص الحادث الإرهابي اللي صار الأمس، واللي يعني مؤسف جدا ان لسه بنشوف مثل هذه الظواهر في وطننا العربي. لكن بالتاكيد ان الشعب المصري قوي للتغلب على مثل هذه الظواهر، والدليل انه هو الامس الافتتاح اللي كان فيه مسرح، فيه موسيقى، فيه مختلف الاشكال الفنيه والابداعيه، اثبتت للعالم ان لا، احنا بنرفع التحدي كشباب. كان رسالة موجهة لكل دول العالم انه مصر ماضية نحو التقدم ونحو نشر رسالة السلام في العالم برغم كل التحديات اللي بتمر بيها، برغم مواجهة الارهاب. بالتأكيد، لأن دائما أن مصر كانت في المقدمة، كانت في جانب الإبداع، في جانب السلام، في جانب قيادة الوطن العربي. الآن أنها بدأت تسترجع هذه القيادة، بالتأكيد بشركاء مع دول المنطقة في تعاون مشترك، والشباب يثبت الآن أنه يمكن أن يعول عليه في بناء مصر وفي بناء المنطقة العربية بشكل قوي، بشكل يعني قادر على إثبات للعالم. رغم أن للأسف نحن لسنا في حاجة لإثبات للعالم طبعا أننا موجودين، لأن الشباب يصنع ذاته، وإحنا بنشوف مختلف العلماء، مختلف يعني أشهر الكتاب هم موجودين من المنطقة العربية، وحتى رياضيا حتى عندنا نجوم مصريين وعرب، رياض محرز، محمد صلاح، صحيح، حتى يعني على مستوى الرياضي يعني. بالتأكيد يعني صلاح بيبدع، يعني زي ما حكيت صلاح بنحكي على حكيم بالنسبة للمغرب، وبن عطية والنجوم مصر، محرز الجزائر يعني، وتونس. يعني المنطقة العربية فقط لما يكون هناك اهتمام بالشباب العربي في شباب الدول، يعني بالتأكيد سيبدعون، سيبهرون العالم طبعا. يعني فقط مسألة الاهتمام، الفرصة اعطيهم فرصة، الفرص موجودة. لكن
نسيب للشباب أنه يقتنص هذه الفرصة ويبدع، لأنه بالتأكيد سيساهم في تغيير إيجابي في الوطن العربي وسيساهم في تنمية هذه الدول العربية. يعني القضايا محل النقاش في منتدى، أكيد حضرتك متابع، شايف القضايا إزاي؟ وكنت تحب أنه نتعمق في حاجة أكتر، أنه لا ده كده تمام، كنت شايف القضايا إزاي؟ القضايا المطروحة يعني زي ما حكيت لك من الأول هي قضايا ذات أولوية كبرى، يعني سواء المرتبطة بإفريقيا، جانب وهذا جانب مهم، التعاون العربي الإفريقي من خلال المحاكاة، النموذج العربي الإفريقي واللي فيه شباب أبدعوا يعني من خلال الورشات قبل افتتاح المنتدى، أو قضايا ذات رهينية الكبرى بالنسبة للشباب المرتبطة بالتشغيل، بالتمكين الاقتصادي للشباب، بإحداث المقاولات الاجتماعية، يعني كذلك مواضيع أخرى لا تقل أهمية وهي مواضيع الساعة، مواضيع السلم، مواضيع الأمن المجتمعي في المنطقة العربية، نقاشات حول قرار مجلس الأمن 2250 أو أهداف الألفية للتنمية المستدامة 2030، يعني هناك مواضيع ذات أهمية وفيها رؤية للمستقبل، وهذا الأهم، لأن المنتدى هو بيأسس لمواضيع، بيأسس لرؤية مستقبلية. زي السنة الماضية لو احنا بنطلع على توصيات المنتدى بنلاحظ، وهذا مهم بالنسبة للشباب، هناك تفعيل لبعض التوصيات التي صدرت في السنة الماضية، وهذا بيحس أن حرص الشباب وفي دورية للمنتدى الدورية بالتأكيد، يعني السنة الثانية رغم التكلفة الباهظة يعني صراحة لتنظيم مثل هذه المنتديات، وهذا يعني يحسب لمصر ولمجهوداتها في تنظيم مثل هذا المنتدى، الشباب لما ينظر للمحتوى، لما ينظر أن إعلاناته أن توصياته بيتم استثمارها، بيتم متابعتها، بحس أن هناك اهتمام، لما بحس أنه اهتمام بيعطي أكثر، بيشارك أكثر في اللقاءات، بينتج أكثر، بيبدع في ممارساته، في أفكاره، كذلك مواضيع اللي مرتبطة بالبحث العلمي، بالجانب الأكاديمي، دي عندها أولوية. كذلك حوار الأجيال ما بين الشباب، ما بين شباب ذو تجربة، والقيادات اللي عندها خبرات كبيرة، قيادات صحيح ذات خبرة كبيرة أو التي مارست في السياسة، في العلوم، في لما نجد مثل هذا المنتدى، لا بالتأكيد له قيمة مضافة وفيه تأثير وتأثر للشباب على المستوى المنطقة. قدمناك طبعا بتعريفك العربي، العربي الأصيل، وما تكلمناش انه حضرتك مغربي الجنسية، كلمنا عن مشاركة الوفد المغربي ومشاركة ملحوظة للإخوة المغاربة في المنتدى. يعني وهذا يعني في البداية لابد من تقديم شكر السفارة المصرية بالمغرب، يعني على مجهوداتها وعلى تواصلها مع مختلف الشباب، مختلف القيادات سواء كانت برلمانية أو منظمات شبابية، لتشجيع على المشاركة في هذا المنتدى، ولكن حتى لا تكون مشاركة فقط صورية، لا تكون شراكة من أجل التقاط الصورة التذكارية، لا مشاركة فعالة، مشاركة في العمق، في البناء المستقبل المشترك. هذا المستقبل يعني بعتقد أن الشباب المغربي ممثل بتنظيمات شبابية، بشباب يعني مبدع، بشباب برلماني، يعني معنا أستاذة ابتسام عضوة مجلس النواب المغربي، هذا يعني هناك توازن ما بين ما هو سياسي، ما بين ما هو مدني، وما بين مواطنين، هنا بنتحدث عن تعزيز تنوع في الوفد المشارك. بالتأكيد في هذا التنوع، لما يكون عندك تنوع بتكون خبرة زيادة، بيكون أداء أفضل يعني للمنتدى، بتكون مشاركة متميزة في ورؤى ووجهات نظر مختلفة تطرح. بالتأكيد، وهذا اللي هذا المطلوب الآن، لما نجد مشاركة مغربية متنوعة فيها دينامية، شباب حاضر في بلده، مش فقط يعني شباب نايم كان نايم وجاي يشارك، لا، شباب متميز داخل الوطن، داخل المغرب، يساهم في السياسات العامة، حاضر في بلده المغرب وفي بلده مصر. بالتأكيد، شكرا. ومثلا يعني سبق زي ما حكينا أن ونحن نحكي عن المغرب، أن مثلا أصيلة مدينة في شمال المغرب اللي أنا منها، استضافت أكثر من منتدى عربي للشباب أو منتديات عربية أوروبية للشباب، أو من خلال المشاركة كانت أكثر من متميزة لقيادات سياسية مصرية في موسم أصيلة الثقافي الدولي، في أصيلة سواء من طرف وزراء الخارجية، وزراء الثقافة، فنانين، مبدعين، هذا بيحدث تكامل ما بين الشعب المصري والشعب المغربي وما بين الشباب البلدين، بيعزز قدرته، بيعزز هذه القيادة
القيمة المضافة اللي ممكن أنها تساعد في بناء يعني وطن عربي متكامل قادر على أنه يوق يعني يصد كل أبواب التطرف والإرهاب اللي ممكن نتكلم عن التطرف والإرهاب، لكن أعتقد أستاذ ياسين أنه الشباب العربي كله بيتشارك بنفس الأفكار والمتطلبات سواء في مصر أو المغرب على سبيل المثال. بالتأكيد يعني المطلب الأساسي في الوطن العربي هو التمكين الاقتصادي، هو التشغيل، هو البطالة. التمكين الاقتصادي. لما نتحدث عن التمكين الاقتصادي أن لا الشباب بيبحث عن فرص للشغل، لأن هل يعني لما يجد يعني أكله اليومي، يعني لما يجد لقمة العيش في اليوم هيحس بكرامته، هيحس أن هناك اهتمام به وأن هناك فرص لازم يقتنصها كذلك، لازم يبحث عن هذه الفرص سواء من ناحية الاستثمار أو كذلك من تسهيل القوانين اللي ممكن تساعد هذا الشباب على أنه يستثمر في وطنه، لأن الخيرات الحمد لله موجودة في الوطن العربي. يعني فقط هذا الاهتمام بالشباب، فرص أنه التشغيل، كذلك مشكل ثاني اللي هو مرتبط بالهجرة، الهجرة عن تحسين الأوضاع سواء لأوروبا أو هناك هجرة لجنوب شمال إفريقيا. دول شمال افريقيا بالتحديد تستخدم كبوابة لده، كبوابة لكن هي بوابة من جنوب الصحراء للوجه الى اوروبا، يعني تعتبر بوابة لاوروبا. للاسف احنا اصبحنا مثل الدرك لاوروبا، والشباب العربي لما بيحس بعدم اهتمامه بيبحث كذلك عن فرص اخرى، سواء في مجال البحث العلمي انه يطلب بحث علمي، كذلك في مجال تحسين فرص الشغل في الدول الاوروبية. اذا لما نتحدث عن هذه الاشياء الشباب العرب بيطلب أن تكون هناك مساواة في الفرص، أن هناك تكافؤ الفرص، أن هناك عدالة اجتماعية. يعني لضمان هذا الشيء مطلوب من الدول الآن أن الاهتمام أكثر، على اعتبار أن النسبة أكبر نسبة الآن متوجه للنمو الديموغرافي في المنطقة العربية شباب. هو شباب، دول شابة، لكن يعني دول شابة لكن القرارات السياسية للأسف. هنا سؤال بيطرح نفسه، هو فقط دور الحكومات والأنظمة السياسية في الدول العربية، ولا المجتمع المدني له دور، القطاع الخاص له دور لازم يلعب؟ بالتأكيد يعني هناك أدوار مشتركة، لكن المسؤولية الأكبر مسؤولية الدولة، مسؤولية الأحزاب السياسية، مسؤولية الحكومات. بالتأكيد لأن هي اللي بتمثل، بنحكيها بالديمقراطية التمثيلية. لما نحكي عن المجتمع المدني نحكي عن القطاع الخاص، نحكي عن المواطنين، بتعزز الديمقراطية التشاركية، لكن هذا هناك تكامل ما بين الديمقراطيتين، على اعتبار أن تجديد النخب في الديمقراطية التمثيلية بيساعد على تمكين الشباب من الاندماج، من الإحساس بالانتماء للوطن العربي. ممكن ده بيحصل في مصر الفترة الأخيرة، مراكز رأسية لتدريب الشباب في مصر، نسبة كبيرة جدا من البرلمان المصري الأخير من الشباب، وحتى المنتدى النهاردة كله شباب. صحيح، هذا ممتاز، لكن في نفس الوقت بيطرح علينا السؤال، الشباب اللي يلج إلى البرلمان أو مجلس الشعب هل يؤدي أدواره؟ هل يساعد على تعزيز مشاركة الشباب اللي هو لم تتح له فرصة، خصوصا الشباب المهمش، الشباب الموجود في الأرياف التي لا تصله المعلومة؟ هنا نتحدث عن الحق في المعلومة. حتى المنتدى الشباب رغم كل الإمكانيات التي صرفت على المنتدى الإعلامي، يعني مشكورين جمهورية مصر العربية على هذا، يعني هذا التواصل الجد رائع في الوطن العربي، لكن بالتأكيد هناك شباب مهمش لا يملك الإنترنت، لا يملك الوصول إلى المعلومة. كيف نصل إلى خدتني النقطة كنت عاوز أتكلم معاك فيها أستاذ ياسين، يعني إحنا النهاردة في القرن 21 وبحجم هذا التفاعل العملاق مع السوشيال ميديا، هل ترى أنه لسه في شباب في الوطن العربي ما عندوش وسائل تواصل اجتماعي؟ المسألة مش يعني مرتبطة فقط بالتواصل الاجتماعي، مدى تفاعلنا، مدى يعني تعاملنا بشكل أو بآخر مع وسائل التواصل الاجتماعي، هل تعاملنا بشكل إيجابي، هل تعاملنا بشكل سلبي؟ للأسف لحدود الساعة أغلب التدوينات اللي نراها في الوطن العربي يعني مؤسف أنها لا ترقى إلى مستوى فكر الشباب العربي، لا تعبر عن مستوى نضج الذي وصل إليه الشباب العربي. هنا بحنا على يعني هات الإمكان اللي هو موجود الآن الذي لم يكن موجودا سابقا. بالتأكيد أن وسائل التواصل الاجتماعي لازم أن يتعامل معها الشباب بشكل إيجابي أكثر، وبروح إيجابية، روح فيها تغيير إيجابي، من خلال سواء استعمال التدوينات أو من خلال الفيديو اللي بيتعامل أو بالتفاعل مع مختلف القضايا التي تشغل بال رأي العام في المنطقة العربية. أهم الرسالة اللي حابب توصلها لشباب المغربي، للشباب الإفريقي، والكل حتى شباب العالم من خلال وجودك في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ؟ أهم رسالة أنه يحب بعض، يعشق بعض،
يحب السلام للآخر، لأن هذا الفضاء، هذا الفسيفساء في المنطقة العربية هو فضاء العيش المشترك. نؤمن بالحوار، يعني كل ما تطوع الشباب، كل ما حس بانتمائه لازم أنه سيعيش بسلام. كذلك جانب مهم هو دور الإبداع، دور الفنون في رقي الشعوب، رقي الشباب، لازم الاهتمام بالفنون وبالثقافة والإبداع. وحضرتك نورتنا في مصر، شكرا لك. شكرا جزيلا الأستاذ ياسين سبويا، الباحث في قضايا شباب والمجتمع المدني، المنسق العام للمنتدى المتوسطي للشباب ومنسق حركة لا لخطاب الكراهية. مرة ثانية بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا. طبعا مستمرين معاكم على مدار أيام منتدى شرم الشيخ، منتدى شباب العالم، تغطية مستمرة دائما على شاشة. تحياتي.